اكيد هيبقى احد المنافسين يعني. النهارده كان في مباريات ايضا، اسوان والمقصه اتلعب الساعه 3 العصر في ملعب اسوان هناك، والمقصه فازت بنتيجه 3-2، اهداف المقصه خالد اوتشو وعمرو مرعي هدفين، واهداف اسوان محمود نعيم واحمد عبد الظاهر. كمان في مباراه ابتدت وادي دجله مع طنطا في تمام الساعه 5:30، وايضا مباراه اخرى ابتدت ما بين الانتاج الحربي ونادي اف سي مصر، ومباراه هتكون الساعه 8، مباراه قويه ما بين المصري وحرس الحدود. ده بالنسبه للدوري المصري. ايضا بالنسبه للدوريات العالميه وبالتحديد فيما يتعلق بالدوري الانجليزي، كان في بعض المباريات امبارح. ليستر سيتي كسبت توتنهام 2-1، ايفرتون خسرت في مفاجاه من شيفيلد يونايتد على ملعب ايفرتون، بيرنلي فازت على نوريتش سيتي 2-0، مانشستر سيتي كسب 8-0 نتيجه كبيره جدا، كسب واتفورد، ونيوكاسل وبرايتون اتعادلوا 0-0. النهارده اتلعب عدد من المباريات، كريستال بالاس وولفرهامبتون 1-1، وولفرهامبتون جابت هدف في اخر ثانيه من الوقت بدل ضايع، ويستام فاز على مانشستر يونايتد 2-0. مانشستر يونايتد للاسف مستوى متذبذب دايما. فيما يتعلق بارسنال واستون فيلا، المباراه ابتدت في تمام الساعه 5:30، واعتقد التعادل السلبي حتى الان. استون فيلا بيشارك نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه كلاعب اساسي في هذه المباراه، و1-0 استون فيلا. بيقولوا لي دلوقتي هل تريزيجيه ساهم في الجون او جاب جون؟ هنعرف. لكن عامه تريزيجيه شارك في هذه المباراه بشكل اساسي، احمد المحمدي على دكه البدلاء، يؤزم تقدم استون فيلا على ارسنال. المباراه برضو اللي بتهمنا جدا تشيلسي وليفربول. ليفربول متقدم 2-0 على تشيلسي في ستانفورد بريدج، احرز الاهداف ارنولد، ترينت الكسندر ارنولد الظهير الايمن لليفربول، من اسيست لمحمد صلاح نجمنا المصري. الهدف الثاني جابه فيرمينيو مباشره بعد الغاء هدف لاسبيليكويتا الظهير الايمن ايضا لتشيلسي بسبب تقنيه الفار، هدف اعتقد كان تسلل. ففي الحقيقه الواحد نفسه يتفرج على الماتشات دي، لكن التواصل دايما اهم مع جمهور النادي الاهلي في كل مكان. من ضمن الامور سريعا اللي عايز اتكلم فيها ايضا، وهو فيما يتعلق بجهاز منتخبنا الوطني المعاون. احنا عارفين ان يوم الخميس اللي فات تم الاعلان بشكل رسمي على تولي الكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. بالتالي الكلام كان كتير على جهاز المعاون، واحنا قلنا لحضراتكم وقلنا الاسماء اللي ممكن تكون متواجده، وبنسبه كبيره الكلام اللي قلناه طلع صحيح. الاسماء اللي هتبقى متواجده في الجهاز الفني الاقرب حتى هذه اللحظه لسه ما تمش الاعلان بشكل رسمي، لكن كان الخيار كمدير للمنتخب ما بين اسمين، كابتن احمد حسن كابتن محمد بركات. الاقرب حتى هذه اللحظه كابتن محمد بركات طبعا نجم النادي الاهلي السابق. فيما يتعلق ببقيه الجهاز، كابتن سيد معوض موجود، كابتن احمد ايوب بنسبه كبيره هيكون موجود بالاضافه للكابتن طارق مصطفى، وفي كلام على الكابتن محمد شوقي هو او كابتن احمد ايوب، معرفش ممكن تلاقي كده كله مع بعض يعني هنشوف. والكابتن ايمن طاهر المفاضله ما بينه وبين كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الاهلي السابق في مركز تدريب حراس مرمى منتخب مصر. ده التشكيل الاقرب حتى هذه اللحظه بالنسبه للجهاز الفني للكابتن حسام البدري. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في المرحله الهامه المقبله. طيب نروح نشوف الصحف كتبت على ايه على الاهلي ايه النهارده، لان في احتفال لسه بفوز الاهلي ببطوله السوبر. احنا مش عايزين نخش في الاجواء الاحتفاليه قوي، احنا احتفلنا امبارح خلاص ويوم المباراه احتفلنا، احنا عايزين نركز في ماتش اسمه حدا الاهم. لكن هنعرض لحضراتكم العناوين، عناوين الاهلي في الصحف النهارده. يلا